السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله، أهلا وسهلا بكم في الجلسة الثانية من جلسات مهارات كتابة السيرة الذاتية الاحترافية. اليوم نحن مع كتابة وبناء السيرة الذاتية رح نحكي على الأسلوب، على اللغة، على التنسيق، على التصميم وعلى الهيئة. طيب، في سيرة ذاتية فعلا بسبب فينا نقول رداءته، بسبب اني ما مطابقه المواصفات، ممكن ايه بالاخير تروح لسله المهملات، صحيح، بس نحن من نحاول نقنع مسؤول الموارد البشريه انه نحن القادرين الاصلح لهالوظيفه، الانسب لهالوظيفه، قادرين اني فينا نقول نقوم بالاعمال، نحن قيمه مضافه للشركه. فبإذن الله راح يكون من نصيبنا اللي فينا نقول، ما راح نقول أكيد ما راح كل الوظائف اللي أنت بدك تقدم لها راح تنقبل عليها، بس راح نقول الأكثر أو فينا نقول نسبة الأغلب. طيب، خلينا نسجل عنا بورقة النوتس شو هي مكونات السيرة الذاتية. هل يا ترى هي السيرة الذاتية، هل هذا العرض هو العرض الوحيد الموجود بالعالم؟ الجلسة الماضية تكلمنا أنه نحن هون ما أمام في شيء فينا نقول يحتمل حمال أوجه، يعني ممكن أنه تلاقي مصادر تقول لك الخبرات العلمية بنحطها، الخبرات العملية بنحطها أمام الخبرات العلمية، ممكن تلاقي هيك مصادر، تمام؟ وصح، ما في مشكلة، ممكن تقول لك لا حط لي الخبرات العلمية بعدين العملية، تمام؟ كمان مظبوط. فما في شيء قالب نقول هذا القالب هو الأفضل، الأصح، الأحسن، تمام؟ هذا الموضوع إنه بيختلف حسب الوظيفة اللي أنت متقدم لها، حسب البلد اللي أنت متقدم له. في عدة عوامل تكلمنا عنها بالجلسة الماضية بتختلف. فأول شيء بنحط المعلومات الشخصية، معلومات ديموغرافية، معلومات تواصل، ممكن حسابات، إذا كنت عامل أنا حسابات بروفيشنال على لينكدين مثلاً أو على الفيسبوك، إذا حبيت أنا شيرها ممكن شيرها، والأفضل أنك تشيرها اليوم. الخبرات العلمية، خبرات العملية، العلمية، المهارات العملية والمميزات الإضافية نحكي عنها. السيرة الذاتية ما لها ورقة عرض بيانات، بل هي جواز سفرك نحو النجاح. هلا بيطلع لك واحد بيقول لك حساب اللينكدين أنا ما بدي أحطه، شو بدنا نقول له؟ شو رأيك؟ حساب الفيسبوك أنا هذا الشخص أصلا ما من حقه لمدير موارد بشرية يطلع له وما له علاقة. شو رأيكم؟ شو بنقول له لهالأخ أو لهالأخ؟ يعني أنا ما راعي هيك هذا. بنقول له مثل ما بدك يا باشا، حبيت تحطهم حطهم، ما حبيت تحطهم لا تحطهم، بس بالنهاية أنت رايح على مؤسسة، انت حسب المستوى اللي حضرتك فيه ممكن تفرض شروطك. في ناس ايه بتقول لك انه انا بدي اكتب على وسائل التواصل شيء بدي، بس انا كمدير موارد بتطلع على شيء، اذا كان شيء مناسب للشركه اللي لي ممكن اقبل، فاذا ما شيء مناسب بكل بساطه انا ممكن حتى بمرحله فرز السي في استبعدها. يعني الأمور مثل ما أنت من حقك ومن حقه. لما بقول لك ضيف اللينكدين، حط كيو آر لللينكدين، اعتني باللينكدين، بتقلي ما أنت أستاذ حسابك اللينكدين أصلا شو اسمه يعني ما كتير بروفيشنال حسابك اللينكدين. أنا بعرف، بس أنا الشريحة اللي عم استهدفها باللينكدين شريحتي موجودة بمكان تاني اللي هو مثلا فيسبوك، تمام؟ الاستهداف هو الأهم، السوق اللي أنت بك تستهدفه هو الأهم. أنت عارف تاني شيء، أنا مالي باحث عن وظيفة، أنا ما متفرغ لأبحث عن وظيفة، تمام؟
فانا النصائح هي، اهلا وعليكم السلام، انا سعودة، هي النصائح للباحثين عن وظيفه. اما الشخص اللي على راس عمله ممكن بسنتين ثلاثه باربعه بخمسه ما يترك عمله، اوكي، فممكن ما يكون عنده اهتمام مثل الشخص اللي هو. هل تقول لي الافضل؟ الافضل انه انت بس في امور بتتاخذ بالاعتبار. يعني انا اذا كنت عم اشتغل مثلا، انا مرت فتره اشتغل مع خمس مؤسسات، بتعرف اذا بدي احط الخمس مؤسسات على حساب اللينكدين شو بده يصير؟ بدي كل وحده الثانيه ما تتعاون مع اللي بالسوق هيك، بقول لك ايه بالسوق هيك، بدك تكون انت مصحصح يعني. تمام يا صديقي العزيز، لانه في اخ لامنا المره الماضيه انه ليش شير انت حساب اللينكدين لك وانت ما معتني فيها مثلا، علما ان المعلومات كلها موجوده. فانت بدك تكون تسدد القارب بالموضوع، بدك توازن بالامر. فينا نحط بيانات شخصيه سجلوها عندكم، اثنين مؤهلات علميه، ثلاثه ممكن مؤهلات علميه. في ناس تحط لك دورات تدريبيه هون، انا بالنسبه لي بفضل لا، مؤهلات علميه بعدين خبره عمليه. تمام، بس انا عرضت لك الحالتين، عرضت لك هالحاله خبرات عمليه علميه، تمام، او العكس، بعدين مهارات عمليه. ممكن تلاقي بمصادر بيانات شخصيه، مؤهلات علميه، دورات تدريبيه، خبره عمليه، مؤتمرات، ندوات، هوايات، شخصيات مرجعيه. اللي انا الشخصيات المرجعيه ما راح احطه، تمام، هذا الموضوع بيرجع لك، انا بفضل انك تحطه وحسب الوظيفه اللي انت متقدم لها. تمام، في ناس هيك عقده، يعني شو بدك تسوي؟ بده يعمل حساب لينكدين ما بده يعطي لحد، او حسابه الفيسبوك قافل لك. تعال عرف هو مثلا شو ميوله، بيقول لك هذا من حقي. من حقه كمان مسؤول موارد بشري شو يسوي؟ فيفنش له، يفنش السي في له او يستبعده. تمام، فقلت لك بالحكي هلا بالتفصيل على كل وحده منهم. شوفوا هو ممكن هي سيرة ذاتية بصفحة واحدة، معلومات شخصية بنحط فيها الاسم، الجنس، مكان وتاريخ الميلاد، الحالة الاجتماعية. وهون النموذج على اليسار هو من اللي اشكر، اللي هو مؤسسة العمل التركية، شيء شبيه باللغة التركية أو باللغة الإنجليزية، العنوان، الجوال، البريد الإلكتروني. طيب التحصيل الأكاديمي، قلت أنا تحصيل أكاديمي بحطه بعد المعلومات الشخصية. أنا أفضل تحط التحصيل الأكاديمي بعد المعلومات الشخصية، خاصة وين؟ بالشرق الأوسط. بعدين بيجي على الخبرات العملية. الخبرات العملية شو اشتغلت؟ اشتغلت منسق وين؟ من تاريخ كذا لكذا، تاريخ كذا مثلا المجلس الأعلى. في ناس بتحط لك الخبرات العملية قبل التحصيل الأكاديمي كمان. ممكن انا افضل هالحاله اذا كنت انت التحصيل الاكاديمي اللي لك ما هو فينا نقول الاختصاص المباشر لهي الوظيفه. اللي كيف يعني؟ يعني بدي نقول مثلا جاي انت على مسؤول مراقبه وتقييم، مسؤول مراقبه وتقييم، هذا ميل، مسؤول ميل مثلا، مسؤول جوده، تمام، وانا التحصيل الاكاديمي اللي لي لغه انجليزيه، بكالوريوس لغة إنجليزية، كلية الآداب جامعة حلب، تقدير جيد جدا، خريج عام 2008 مثلا. هون الأدب الإنجليزي ما له علاقة بالميل، بس لأني أنا الخبرات العملية اللي بشتغل 4 5 سنين 6 سنين 10 سنين، فبحط الخبرات العملية شو أول شيء. أعطونا واحد إذا الأمور تمام. الخبرات العملية الله يخليك، ما مهم نحط الخبرات العملية من يوم كذا، من الساعة كذا للساعة كذا، لا، لأشهر 2014، تمام، حتى الآن
من شهر 10 2012 لشهر 10 2014 اشتغل وين؟ هون وظيفه كذا. هي احد الطرق. ممكن هلا رح نشوف لقدام انه ممكن طريقه في طريقه ثانيه لموضوع سرد الخبرات العمليه. هلا عم نحكي بالموجز، رح نجي نفصل بكل واحدة منهم. بس انت الشيء اللي بتحسه مهم اكتبه. طيب نجي بعده، اذا في دورات تدريبيه حطها. طيب المره الماضيه سالتكم عندي 60 دوره تدريبيه، 100 دوره تدريبيه. احيانا في ناس على يعني دوره تدريبيه ممكن 8 ساعات يختصروها بساعتين او بشهرين. تمام؟ ممكن تحط لهي، تحط حسب ايش الشيء المتعلق بالوظيفه اللي انت متقدم لها. ليه قلت لك انه انتم مكلفين من الجلسه الماضيه انك تبحث تحط شو الوظيفه اللي تحط ببالك، تحط على الورق اللي اتفقنا عليه، قلت لك اكتب على شو الوظيفه البوزيشن اللي انت بدك تقدم له. طيب هاتوا نشوف شو الوظيفه اللي انت بدك تقدم له. قل لي وظيفه واحده الله يرضى عليك، وظيفه واحده. وين الوظيفه؟ طيب اعطينا امثله. اذا انت كنت بتركيا وبدك تقدم مثلا على مجال منظمه، راح اعطيك بتروح على جوجل، في عدة مواقع، هي أحد المواقع، أحد المواقع. واللي رح يحضر معنا ورشة البحث عن عمل رح نحكي فيه على هالموضوع بالتفصيل الممل. ما بتفصل، هي ساعات من زمان ما بتفصل، مشان ما نكون عم كمان نحكي شيء ما يكون قد. نحن بنعطي مفتاح وأنت بتقدر تكفي. طيب حط على هلا اللي برات تركيا شو بيساوي؟ بيكتب نفس الطريقه يعني بالنهايه. بس هون انتم شايفين الشاشه هلا، تمام؟ كتب قال باشلر هون كارير. ممكن تكتب ايضا بيت دوت كوم. طلع لنا لا بألمانيا في هيك شيء، بأمريكا في هيك شيء، في كل دول العالم في هيك يعني في مواقع. طيب تجي يا صديقي العزيز، رحت أنا على جيل باشلر، هاي جيل باشلر، شو الوظيفة اللي أنت هلأ حضرتك بدك تقدم لي؟ تقول لي هذا إنجليزي، بقول لك ما بتعرف الإنجليزي، روح شو اسمه، روح ترجمه، ما ضروري يكون سوبر بروفيشنال بالإنجليزي. قول فرضا اي واحدة منهم، يعني مثلا هون بروجكت كوردينيتور، روح شوف الاعلان الوظيفي on human resources specialist، اخصائي موارد بشرية. تمام؟ تقرا هذا الاعلان الوظيفي، تتخيل انه انت حضرتك رح تقدم لها الوظيفة. اوكي نفس الشيء في حدا فاتح الماي. احمر يا احمر اللي داخل ب 1 2 3 4 5 مع 5 دقائق بتغير اسمك. ممكن حتى انا اكتب هو مثل ما عم يقول لي، لاحظوا هيك كيف عم يكتب، بكتب مثلا هون HR طالع لي اياها. تمام؟ هو الوظيفة مثلا هون مثلا نقول محاسب يلي هو عطاني عدة خيارات، accountant محاسب عام، هون طالبينه مثلا لاحظ الوصف الوظيفي مهارات. طيب وين البلد ممكن أنا فلتر على السعودية؟ هلأ ما رح ندخل مواضيع متعلقة بالمهارات البحث عن وظيفة، يعني لاحظ المحاصر 542 وظيفة. هون بتركيا مثلا هون مجرد كتبت HR في 1000 وظيفتين حول شو شيء متعلق بال HR. تمام؟ نتيجة انه انت لازم شو تساوي اول، تفوكس على وظيفة ميل اوفيسر، اتش ار اوفيسر، اكاونتنت، مدرس، معلم، سكرتيرا، يلي هو
تمام؟ يلي هو مهم حط هدف وظيفة. حط الهدف شو؟ وظيفة. ما بيهمني وين الوظيفة، بس بيهمني أنا تعرف بالوظيفة عدة أمور. يلي هي شو الأمور اللي أنا بيهمني تعرف عن الوظيفة؟ بيهمني تعرف الوصف الوظيفي اللي قلت شو بيشتغل يعني؟ هاي حطة. اثنين، شو المهارات المطلوبة لهي الوظيفة؟ ثلاثة، شو السالري الراتب الشهري اللي ستاندرد لهي الوظيفة؟ تمام؟ إذا عندك سنوات خبرة بتقلي شو سنوات الخبرة. طبعاً نحن نجي الجلسة القادمة نحن نجي على حالات عملية، يعني نجي بدي أسأل واحد اثنين منكم نفذتوا هالكلام ولا لا. حتى هون ممكن أنا حط يعني في مواقع كارير، في كارير عالمي كان هذا عم نحكي تركي، لأنه في حضور من هلأ سوريا. بتذكر كان في موقع سوريا يعني اللي عم يحضروا داخل سوريا كان في موقع له علاقة بهي الشيء، بس تبحث عنه. تمام؟ فحدد لي وظيفة. عرفت الوصف الوظيفي اللي لك؟ هون هي الرابط حبعتي تونيا داتا انتري مثلا. تمام؟ هي صارت لك مواقع عندكم بتقلي بدي انا هيك ملاقيها صعبه. تلاقيها صعبه، طيب بتحط على جوجل تحط داتا انتري وصف وظيفه. داتا انتري شو معناته بالعربي؟ داتا انتري مدخل بيانات. تكتب وصف وظيفي مدخل بيانات. تمام؟ تروح لهون تفوكس عليهم لهذا. اوكي مثلا هون تجي بتشوف شو وظيفته، شو الوصف الوظيفي اللي له، شو المهارات المطلوبه، شو بيحتاجوا كمهارات، عندك اياها ولا ما عندك اياها. تمام؟ طيب انت في مدخل بيانات لمشافي، في مدخل بيانات للشركه، هاي دي مثل هاي؟ لا، في ممكن مهارات تكون مثلا متعلقه بمتاجر الكترونيه مثلا، ممكن مدخل بيانات يكون هو فينا نقول محاسب، يعني بشكل فينا نقول مساعد محاسب. فمهم انك انت شو تقرا عن هي الوظيفه اللي انت بدك تقدمها. ما تبلش بالسي في بلا ما تكون قاري عن وصف وظيفي للوظيفه اللي انت بدك تقوم بينا نقول بالكتابة عنها. طيب أنا ممكن في شيء لسه كمان نصيحة، إنه أنت بدك تروح على مدخل بيانات. طيب مدخل بيانات قلنا الوصف الوظيفي خلاص صرت أنت بتعرفه، روح اكتب له مدخل بيانات، اكتب له هيك سيرة ذاتية. شوف هاي السيرة الذاتية. تمام؟ حدا مشتغل فينا تروح هون على الصور، شوفوا شوف لك هيك شيء 10. تمام؟ هون ما يحتاجوا مدخل بيانات مثلا. شوف لك هيك كم سيره ذاتيه. طيب بالانجليزي انت شوي مثلا كويس، حط داتا. هذا بيجيك واحد بيقول لك ليش ما بتقول داتا؟ داتا انتري، داتا انتري سي في. شوفوا تحلى السيرة الذاتية، شو عاطين توصيات لها. اوكي ري عنا. شوف الصبية، اذا كنتي مثلا بنت انت شوفي بتحبي تنزليها فينك تنزليها. تمام؟ هي تمبلت كل هالسيرة الذاتية لمين؟ لا داتا انتري، لا داتا انتري. هذا تمبلت دوت نت. جايين احنا على موضوع تمبلت دوت نت وغيره. اذا الامور هون مفهومه كبدايه، يا ريت تعطونا
شو كان تعطونا هلا؟ تعطونا 5 جزء. طيب معلومات الشخصية، كلكم بيعرف كيف يحط المعلومات الشخصية، بس تعالوا نحكي على بعض الأخطاء هون بالمعلومات الشخصية. قلنا لك يا باشا الاسم مهم، العمر، بالعمر بالتحديد ممكن تاريخ الميلاد يكفي. ما حبيت تحط انت لقيت ان العمر ممكن يكون هو سبب انه ما ياخذوك على السيرة الذاتية، نصيحة من الدقة الله حطها. الجنسية نفس الأمر، خلى الجنسية إذا كنت بعتقد إنه إذا كان أنت مثلا ما معك جنسية مثلا وسورية تركية، لا تحط موضوع بس السورية، تمام؟ يعني اللي بس إنه ممكن أنت ممكن إذا رحت على المقابلة هني لأنك أنت مميز، شو تساوي؟ تعدي من مرحلة فلترة السي في، بس الأصح إنك تحط جنسية، تمام؟ طيب تجي على شركة وبدها جنسية تركية، أخي ما تجيب سيرة إنك أنت معك جنسية سورية، حط له إنه جنسيتك تركية، خلص. أنت نفس الأمر لو كنت أنت مقدم على منحة، أنت مقدم على منحة وقايل لك هي المنحة للسورية، ليش عم تقول لهم إنك تركي؟ كمان ما تقول لهم إنك تركي، لا تقول إنك تركي، ما لنا علاقة هنا. أرقام التواصل، دقق على أرقام التواصل، بتحب تحط أوقات اتصال بين وقت كذا وقت كذا، ممكن تحط وممكن لا. الحالة الاجتماعية بدون تفصيل، يعني أعزب متزوج بكفي. حالة اجتماعية لو بدك تحطها ممكن ما تحطها، بس بعض الوظائف ممكن تكون ضروري تحطها. حكينا عن موضوع الصورة الشخصية إنه ممكن تضيفها أو ما تضيفها، ممكن نقول ستاندرد هلأ حاليا بعالمنا العربي هو إنك تحطها، تمام؟ أو تحطيها. عندك حرج بموضوع السيرة الذاتية أو بموضوع الصورة الشخصية لا تحطها، ما له شرط أساسي. بس في وظائف مثل وظيفة مثلا نقول عامل استقبال مثلا، تمام، مضيف الطيران، ها الوظائف شيء طبيعي انه تنحط. بس الستاندرد مثل ما حكينا في بعض الدول انه ما بتحطه، فنحن مشان نطلع من هالجدل انا عم اقول لك حطه. اوكي، لا تكتب اي شيء متعلق بمرض، تحكوا شيء عن موضوع الامراض، لا تحكي في ناس بتحط لك زمره الدم الليل. ليش حاطط زمره الدم الليل؟ انت راعي العسكريه شيء يعني، او مرتبط، ليش عم تقول لي مرتبط وما مرتبط وعم تدخلني او حاطط لي الانتماء السياسي لإلك او الدين مسلم؟ شو لك شو يعني، انت رايح تشتغل بمؤسسه، ما رايحين عم بدنا ناسس حزب سياسي او قوميه، هذه مواضيع ما في داعي لها. لا تكتب وما في داعي لها، وممكن يكون بالعكس لإلك، يعني ممكن يكون انت النظام اللي هو اليوم الفلتره هو نظام الكتروني، يعني ما بيعرف لا من علته، تمام؟ ممكن اذا انت حاطه لهالشيء وهن حاطين فلتره انه اللي ذاكر هذا الكلام بيتم استبعاده. اللي ما حرام، بقول لك لا ما حرام، لانه هلا مثل موضوع الاسم تبع الحضور اللي عندنا، خلص عم بقول لك انه هذا الزوم زلمه ما بيعرف لا من علدان، كل العالم مثل بعضها، سجل اسمك باللغه الانجليزيه وانت خلصنا. بيجيك واحد لا انا بدي احط جالكسي جي 50، انت اللي حطيت جالكسي جي 50. نفس الامر رحت انت حطيت مثلا عباره وهن ما بدهم اياها، بيعتبروها انه في تمييز بين الموظفين فيها او بين المرشحين، هيك سياستهم. لا تكتب أي معلومات ممكن تثير الشك أو الارتياب أو الظن فيك، مثل في ناس بيكون مثلا معتقل سابق لأني هو عنده فجوة بالسي في فبيروح بيسكرون هالنقطة. يا أخي ليش عم تدخل في الأمور؟ ممكن يخافوا منك الجماعة، تمام؟ أوكي، حد عنده هون أي استفسار حوله؟ طب في شيء إسا ما حكيته أنت؟ إيه في شيء، اللي هو الإيميل، الإيميل الإلكتروني اللي قالك لازم يكون بروفيشنال باسمه، ما له لوكاتي،
تمام. ما هاكر هاكر ابلود اللي صايره هاي، ايه ايه صايره يعني بعرف في عالم، حتى ببعث له منظمات دوليه من ايميل هاكر بلوت وهاكر 1 2 3 4 5 ومفكر حاله انه هو محترم. الاعاقه لا ما بتذكره الا اذا انت شفت ان الاعاقه ممكن تكون هي معيقه للعمل، معيقه لشغل العمل. أخي عبد الحميد تفضل. السلام عليكم، الله يعطيك العافية السلام أستاذ. عليكم. الله يعافيك. بس والله بس كنت بدي أحكي عن الإعاقة، فأنت جاوبت عنها قبله. الأصل بالأخوة اللي عندهم ما اسمه إعاقة، ذوي الهمم أو اللي عنده حالة صحية لا يذكر ما لم يذكر خلاف ذلك، تمام؟ نعم 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 مشكور كثير. الحالة الصحية هي هلا مثل تركيا مثلا، الدولة فارضة على إذا هن حاطين بشكل بالنص اللي هو الإعلام الوظيفي الأفضلية لهالناس لهالأشخاص هاي لهالفئة، شو بتساوي أنت؟ تذكرة. تذكرة هون. تمام؟ طيب سؤال، إذا بالنسبة لإيميل أشخاص المرجعيين، إذا هلا أخذنا إيميل عبد الحميد الله يخليك، خلينا على عم نحكي عن معلومات، شو بدنا اشخاص مرجعيين؟ عم نحكي عن معلومات شخصيه. تمام مشكور تمام. تمام. واحد اثنين ثلاثة أربعة، لا غير اسمك الله يرضى عليك. شيكوا يا جماعة الأسماء هاي اللي حبعت له، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة عبد الإيميل لازم يكون شو احترافي وليس لولو كاتب. زدكم بالشعر، لا تحط إيميلك حسب المنطقة يعني أنا عندي إيميل اسمه علاء صغير، أنا بتركيا اللي عايش 8-9 سنين، تمام؟ هاي السنة تام غلط إني شو اسمه أبعت إيميل من إيميل علاء سوريا لا شو اسمه لا ممكن لمنظمات تركية أو لمنظمات مثلا دولية، لازم أبعت من علاء حمام هذا الأصح، اللي ما كتير يعني ما انت ونصيبه، بس البروفيشنال لا عم نحكي عن البروفيشنال. عم نحكي على شو البروفيشنال. استاذ اذا كنت شاغل منصب مع احد منظمات فتره التقديم منصب اخر مع منظمه بكتب على راس عملك طبعا هلا، بس هذا الموضوع ما وقته هلا يا اخي عبد الهادي، خلينا الله يرضى عليكم بالشيء اللي عم نحكي فيه هلا، لا تطلعونا على شيء محل ثاني، لا تطلعونا على مكان ثاني، لا طبخه بس انت تبكي عليها شو بتسوي؟ تحرق. طيب هون سرد سريع، اسم الكامل، الاسم بالكامل، اذا انت كنت عم تكتب باللغه العربيه بتكتب اسمك باللغه العربيه، ما كنت عم تكتب بالاسم باللغه التركيه او الانجليزيه ما منطقي تكتب له اياه باللغه العربيه. تاريخ ومكان الميلاد، ممكن مكان الميلاد يكون مهم وممكن تعمل سكيب عليه اذا ما بدك تبين لهم مكان الميلاد، انا خلاص بدي ابين مواليد 1985 خلصت. الجنسيه، الحاله الاجتماعيه، الجنس، العنوان، البريد الالكتروني، ليش العنوان ممكن يكون ضروري؟ ليش العنوان ممكن يكون ضروري؟ هذا مش منى بتشكرك لانك عدلت الاسم. ليش العنوان ممكن يكون ضروري؟ موقع العمل،
موقع العمل، النظام، النظام بكره نحكي بعد بكره نحكي على اللي هو الاي تي اس، ممكن يفلتر على الناس الموجوده باسطنبول. تمام، انا كنت عم فلتر على مبرمجين بالاوروبيه، انتبهوا بالاوروبيه بس، نحن اسطنبول اوروبيه والاناضولو الاسيويه والاوروبيه. تمام، فلتر جماعه الاسيويه نحطوا بال يعني جمعوا جماعه الاوروبيه لوحده، متقدم 35 واحد، الاوروبيه 10، نعمل مقابلات للعشرة هذوك، اللي ما ذاكر ما بمسك التليفون مفتح له. تمام، ما هو ما ذاكر. انا اذا ما لقيت من ال عم اقابلهم العشرة، بروح للثاني ممكن اتصل، بس هو بنسبه 90% الاتش ار ما راح يتصل، ما مع وقت اصلا يتصل. ف الخطا وين بيكون؟ منه. تمام، فانت بمنطقه مثل اسطنبول كبيره، الافضل تحط وين المكان. انت اسطنبول اوروبيه، تحط اسطنبول اوروبيه. اوكي، تقول لي بس انا ما عندي مشكله بنتقل. النظام والاتش ار ما بيعرف هالشيء، بيعرف شغله واحده، في معلومات قدامه بيشتغل عليه. رقم الجوال مهم، رقم الجوال دائما حطه بالصيغه الدوليه، حطه بالصيغه الدوليه. يعني كيف يعني انت عم تقدم على شركه المانيه يا اخي الكريم، يا اختي الكريمه، ليش ما تحطوا تليفون مثلا قول سوري؟ لازم تبلش 0963 090. تمام، هي عم نبسط الامور المبسطه. البريد الالكتروني حكينا عنه يا جماعه، البريد الالكتروني لازم، اللي ما عنده بريد الكتروني ايش يساوي؟ ايش يساوي؟ اليوم بتروح تعمل بريد الكتروني خاص بالعمل، عمول بريدين، واحد للوكاتي والعنزه وواحد للشغل. تمام، عم هلا اذا حضران زوجته بدها تخرب لنا بيتنا. وسائل التواصل الاجتماعي قلت لك اهم شيء تحط اللينكدين وحساب الفيسبوك اللي لك، اذا كان انت عم تسوق لنفسك. في ناس ما حضرت ورشه مع الانسه مروه، عم تسوق لنفسك بوسائل التواصل الاجتماعي، ممكن جلسه احد الجلسات نحكي على هذا الموضوع. يا جماعه العلاقات كيف بدك تبنيها انت؟ في ندوة رح تكون حول إعداد الشبكة المهنية. الشبكة المهنية في شيء موجود قلت لكم، مثل أنا العيلة المستهدفة أغلبها مستهدفة على الفيسبوك، ما عندي حساب على تويتر. حسابي تويتر بتقول لي بس أنت لازم يا أخي أنا ما بدي استهدفه هلا، أنا ما حاطهم استهداف لأني ما عندي وقت لاستهدفه. تمام، أو على لينكدين ما فاضي أنا لحتى استهدف هالجهة، عندي شغل. عندك أنت مثلا 4-5 جهات عم تشتغل معه مثلا، أو أنت عندك جهة ووقتك كله مغطى معه، فالاستهداف الجهة الأصح أنك تبلش بجهة بعدين ممكن تتوسع. قلت لك وسائل التواصل الاجتماعي هي البذرة اللي لازم تنطلق منها، خاصة يا حبيبي إذا أنت كنت هلأ طالب جامعي ونبلش جديد. تمام، لا ترسم صورة عن الناس أنك أنت من جماعة البنطلون المخزة وأنت من جماعة اللي ما بتفرق معك شيء أبدا، لا تعطي الانطباع عنها. تمام، لا تعطي الانطباع. أنت كيف بتخلي ترسم تواجدك على وسائل التواصل الاجتماعي؟ قلي ليش؟ لأنه أنا هلا مثلاً أنا بتقول فرضاً رشد قالت لي بدي محاسب. تمام، أو شركة من شركات المتعاون معها، رحنا جوجلنا على اسمه، طلع صاحبنا شو اسمه يعني كتاباته أبداً ما احترافي، ما أحكي احترافية، إنه والله أنا تبين لك إنه على بس انتم فهمانين يعني، ما ضروري انا كل شغله وضح الموضحات يعني واضحه. شخص عادي، شخص يعني مهتم بعمله، شخص ممكن بيذكرك عبارات تحفيزيه، شخص مثلا نقول مهتم، ما كل ساعه والتاني حاطط مثلا سبات على الفيسبوك او صور بين قوسين، انا هذا الشخص ما بتعامل معه. ليش؟ انا بدي شيء راسي،
هو على وين الخيار الأول اللي هو مبين إنه هذا شغلته عم يسوق لنفسه بهالمجال، عم يبني شبكة مهنية بهالمجال. الكيكون الشبكة المهنية بارس لينكدين، أي شبكة تواصل أنت المفترض إن حتى بالحياة الواقعية بحارتكم. هل يا ترى إذا لنقول فرضا بحارتكم بدهم محاسب بيقولوا عبير هي المحاسبة مثلا، بدهم أنسة؟ راما شو اختصاصك يا راما؟ راما شو اختصاصك؟ لو طلعنا شوي على الشبكة المهنية بس هي موضوع مهم. راما يا راما ردي علينا يا راما، راما بيطار قصدي. طيب عبير شو اختصاصك يا عبير؟ تمام. يعني هلا نحن بالمنطقه اللي قلنا اذا بدنا فرمتوا جهاز اول حدا بيخطر على بالنا عبير؟ اذا كان هيك تمام، اذا هيك معناته انت عامله براند لحالك. هذا البراند بالمنطقه اللي انت فيها الأمور ممتازة. إذا بدي برمجوا موقع مثلا تمام، لازم لهم موقع، بيجوا عند عبير بيسألوه على الأقل بياخذوا رأيه تمام. إذا كان هيك معناته أنت باينة الشبكة المهنية، ما هيك بدي بلش بناء الشبكة المهنية. نفس الأمر بالنسبة لراما، مهندسة مدنية، مهندسة مدنية إذا هلا بدي يطلعوا ببناية بالمنطقة اللي انتوا فيها او بين شبكة العلاقات، كم واحد مثلا عندك على اللينكدين مثلا فرضا او على الفيسبوك وبيعرفوا انه راما يمكن الي راما كم انت يمكن حضرانها معنا اكثر من دورة مظبوط، ولا في تشابه اسماء صح؟ لك راما ردي علينا. تمام، انا اول مره يمكن انت حضرانه يمكن 4-5 دورات مظبوط، اول مره بعرف اني راما مهندسه مدنيه تمام. هذا غلط يا راما، طيب خبرات العلميه، خبرات العلميه المهم، الدرجة العلمية، تاريخ التخرج، درجة علمية تاريخ التخرج أو قدم واحدة على واحدة ما في مشكلة. درجة العلمية تخصص الجامعة، تاريخ التخرج تقدم. بتقلي تاريخ التخرج بالضبط لازم حطه باليوم، حطه بالشهر وبالسنة. حطيته بالسنة كمان ما في مشكلة. التقدير هون في ناس بتكذب بهالموضوع، في ناس إيش بتساوي؟ شو بتساوي بالتقدير يا جماعة؟ إذا أنت التقدير اللي لك تحت الجيد الأفضل لا تحطه تمام. راما تمام، رح أفتح لك راما. ليش ما كانت باسمك بالإنجليزي؟ ندور عليك يا رام دقيقة، ارفع ايدك يا رام مشان افتح لك المايك. تفضل فتحت لك المايك. هيك ما هيك بيرفعوا الايد يا رام، بس فتحت لك المايك فينك تحكي. تفضل، فهمت علي بس كمبدأ عام للشبكة المهنية؟ ميجا سوفت تحط اسمك، عدل اسمك الله يرضى عليك. اذا شخص عم يدرس ماجستير حاليا بيذكر انه طالب ماجستير ايه؟ دكتوره. راما مع ما تحكي معنا شيء ها عشان الوقت.
الخبرات العلمية تكتب الدرجة العلمية، الخبرات العملية، العناوين الرئيسية. ممكن تحط، في ناس بتحط قلت لكم الخبرات العملية، بتحط الأكاديمي أول شيء، بعدين بتحط بتحط الدورات التدريبية. هلا إذا أنت كنت عندك شهادة احترافية، شهادة احترافية مثل مثلا CMR تمام بالمحاسبة، معك BMB مثلا، بتحطها شهادة أكاديمية ولا دورات تدريبية؟ TOT بتحط شهادة أكاديمية مع TOT عام مثلا، تحط شهادة أكاديمية ولا شهادة تدريبية؟ الجواب الصح هو التدريبية. لو كانت صادرة درجة علمية مقصود فيها ثانوية، بكالوريوس أو ليسانس، ماستر أو دبلوم ودكتوراه أو ما فوق الدكتوراه، هيدون الدرجة العلمية المقصود فيه تمام. كل شيء تاني بيندرج تحت شو؟ فينا نقول الدورات التدريبية، الدورات التدريبية أو ممكن تسميها الشهادات تمام، الشهادات مثلا، أو تكتب شهادات أخرى بس ما لا إيش، ما لا شهادة أكاديمية. إذا كان معي دبلوم تنفيذي، خلينا نحط بين قوسين دبلوم تنفيذي بالموارد البشرية وصادر من مؤسسة مثل روشيد مثلا تمام، صادر مؤسسة من أمريكا تمام، اللي هي ممكن يكون شركة تدريب، تحطها بالأكاديمية ولا بالدورات التدريبية؟ برافو، بالأكاديمية. الجواب الصح هو بالأكاديمية. دبلوم تنفيذي هي سنتين أو سنة بتحطها وين؟ بس تكتب عليها إنه هذا دبلوم تنفيذي. شو معنى دبلوم تنفيذي؟ شو يعني دبلوم تنفيذي؟ شو يعني دبلوم تنفيذي؟ الدبلومات ما ضروري يكون انه هي معتمدة من جهة حكومية. اوكي؟ ما ضروري تكون معتمدة من جهة حكومية. هذا اسمه دبلوم تنفيذي، دبلوم مهني، تمام؟ فبتحطه أنت بالأكاديمية، اوكي؟ الأفضل تحطه بالأكاديمية. طيب إذا حضرتها بالدورات التدريبية خطأ؟ لا ما خطأ، ممكن. بس أنا بشوف إنك تنحط بال، إذا أنت جامعة الشعب اللي هي شو اسمها؟ يو بيبول، ما هيك اسمها؟ يو بيبول. هاي إذا كنت أنت حصلت نقول الدبلوم أو الشهادة اللي لها، بتحطها أكاديمية ولا بتحطها بالدورات التدريبية؟ هاتوا نشوف. يو بيبول أكاديمية فورا أكاديمية. رحت أنت درست برشد دبلوم تنفيذي حول ال نظم معلومات إدارية، بتحطه هذا ماله أكاديمي، هذا اسمه مهني، بتحطه ضمن الأكاديمي يعني بالخبرات. هون رجع لهم مؤهلات العلمية ولا الدورات التدريبية؟ أي مشان بسط لكم إياها، هون ولا هون؟ حطها هون تمام؟ حطها هون المؤهلات العلمية، سميها مؤهلات علمية أحسن من الخبرات العلمية تمام؟ سميها تحصيل أكاديمي، أوكي؟ سميها تحصيل أكاديمي، سميها تحصيل علمي، هي أعطيتك أربع مرادفة. استاذ في سؤال خارج شوي صغير عن الموضوع، معهد 2016، معهد بال 2016 تمام، نفس السنة والشغل بديت فيه بال 2020 بعدة مراكز، هي الخبرات اكتسبتها في فترة دراستي بالجامعة تاخذ بعين الاعتبار ولا لا؟ شو رأيك براءة؟ شو رأيك يا براءة؟ تاخذ بعين الاعتبار ولا لا؟ طبعا تتاخذ بعين الاعتبار،
طيب نعدي على الفكرة اللي بعد. قلنا الخبرات العلمية ممكن تسميها التحصيل الأكاديمي، ممكن تقول الشهادات العلمية، تمام؟ ممكن تسميها الخبرات العلمية، شو ممكن نحط لها اسم مرادفها؟ ممكن نقول التحصيل الأكاديمي، ممكن انك تحطها انت لوحدها تقول شهادات مثلا دولية، تمام؟ شهادات علمية، خلاص. طيب هو ملاحظة كمان، وكمان ممكن تلاقي آراء مختلفة. يا ترى بتبدأ بالدرجة العلمية الأحدث أولاً ثم تريها الأفضل ولا العكس؟ قال لا، الأفضل تبلش من الأحدث فالأقدم. يعني أنت شو آخر شيء حصلته؟ حصلته يا أخي درجة علمية بماستر، تمام؟ بالنظم معلومات الإدارية، بتحطها بالألفين وواحد وعشرين وأنت تخرجها بالألفين مثلاً قول وخمسة. تذكر بالألفين وخمسة ولا ألفين وواحد وعشرين؟ لا، بذكر آخر واحدة. طيب أنا إذا كان معي أكثر من شهادة علمية، يعني أنا ممكن أدب إنجليزي معي ومعي معهد كمبيوتر، أين بذكرهم؟ تذكرهم اثنيناتهم، تذكرهم اثنيناتهم دائما. طيب سؤال، إذا كنت أنا معي بكالوريوس ضروري أذكر موضوع الثانوية؟ إنه أنا معي ثانوية؟ حاولوا نشوف، شو رأيكم؟ نذكر ولا لا؟ الأغلب عم يقولوا لا، مزبوط. طيب إمتى ممكن نذكر؟ إمتى ممكن نذكر؟ لا، أنت معك معك ليسانس، معك ليسانس أعلى من البكالوريوس، تمام؟ لا، راما شو اسمه، أنت معك هندسة، أنت بتذكري؟ لهلا ما أجى السؤال، ما أجى الجواب الشافي. خلاص تمام، نوام نذكرة يعني عماد@yahoo.com يلي ما مسجل اسمك مظبوط، يعني عماد تلجي ذكرناك فضيحة قدامنا كلها. لا يا بستر، تعرف انت تذكرة؟ تذكرة لما يكون وظيفة، انت التخرج الجامعي اللي لك رايح على وظيفة الأول data entry وانت معك ادب انجليزي، بس انت شهاده البكالوريا اللي لك ايش؟ تجاره. بهالحاله التذكريه اذا الامور تمام حطوا لنا 10، هاي فكره محروفه، تمام؟ هون شو عم بتقلي لهم؟ عم بتقول لهم انا بفهم بالمحاسبه، لاني انا الثانويه اللي لي ما ثانويه عامه، انا الثانويه اللي لي ثانويه تجاريه. ما هن شو عرفون انه انت اخذ كورسات دارس لك 30 40 ماده بال حول اداره الاعمال وحسب حول المحاسبه وحول المحاسبه بانواعها وغيرها؟ بتقول لهم بالثانويه، تمام؟ ايوه، اذا كانت الثانويه بتخدم. طيب هون من 2012-2015 ماجستير إدارة هندسة، إدارة هندسية، كلية الهندسة، جامعة ما بعرف مين، جامعة هارفارد. هو معلمنا العرب مليان عالم خريجين جامعة هارفارد بتقدير جيد جدا. طيب من 2000-2005 بكالوريوس هندسة مدنية، كلية الهندسة، جامعة الكويت، بتقدير ممتاز، تمام؟ حطيتونا اياهم. هلا حطونا عندكم على الورقة، على السي في، حطونا الشهادات الأكاديمية، التحصيل الأكاديمي، واحدة منهم بس، خبرات العملية، استخدم أي مفردة بدك إياها، حطوا لي آخر شهادتين أكاديميات حصلتوا عليهم، معكم نصف دقيقة بكفي. هي علاء أي مسجلة؟ ملك 100%، إذا كانت الصينية بتخدم الوظيفة. ميجا صوت على راسي يا
استاذ علاء انا عملت كورس مور ميجا سوفت برحمه ابوك هلا وقتها قال الادمشن شؤون الطلاب تحصيل اكاديمي في منهجيات جمع البيانات جامعه رشيد. غلط غلط يا رام. ليش؟ لانه هذا كورس تدريبي وليس تحصيل اكاديمي. هذا كورس تدريبي منهجيات جمع البيانات، هذا كورس تدريبي ما بينحط بالشهادات العلميه او التحصيل الاكاديمي. مين رافع يده؟ ملك، تفضل يا ملك. السلام عليكم، تحياتي استاذ علاء. فينا نميز بالنسبه للتحصيل العلمي والتحصيل الاكاديمي او الدورات التدريبيه بالنسبه للمده الزمنيه؟ يعني مثلا تحت السنه ممكن تكون دورات تدريبيه، وفوق السنه ممكن تكون مثلا تحصيلات اكاديميه. يوم لا، في جهات مثل دبلومات تنفيذيه تعتمد على الساعات المعتمده، انت ان شاء الله تخلصها بست شهور، ما له علاقه. تمام؟ ما له علاقه ابدا. فهمت عليكي؟ التحصيل هون ما مرتبط بالسنه، التحصيل على اسم الشهاده. مثل هلا عم اقول لها رام، عم اقول لها دورة منهجيات جمع البيانات هذا ما بنحط تحصيل أكاديمي، وين بنحط؟ بالدورات التدريبية، نحط بالدورات التدريبية. طيب لنزيدكم الشعب بيت الـ ICDL، هلأ حدا ذكر الـ ICDL وين بتنحط؟ بالدورات، لا تروح حط لي إياها بالتحصيل الأكاديمي، الله يرضى عليك. طيب في حدا عطى مثال هون؟ طيب دبلوم إدارة الأعمال من جامعة نقول جامعة يو بي بول مثلا، وين بنحطها؟ هند برافو عليك، إجازة في الأدب الإنجليزي جامعة حلب، دبلومة أوف بزنس أدمنستريشن رشيد يونيفرسيتي، فيرتشوال يونيفرسيتي، مظبوط. لا دعاء ما أخصائية معالجة فيزيائية، أخصائية معالجة فيزيائية ما لها شيء اسمه. هيك اسم الشهادة أخصائية معالجة فيزيائية، قلت لي ماجستير تأهيل تخصص في تطبيقات الليزر الطبية، هي بتحطيها. اختصاصك الجامعي اللي قبل الماستر شو كان مثلا؟ فيزياء، تحطيه. تمام؟ تمام. علوم صحية مثلا، بتحطي علوم صحية، خريج أي جامعة والتاريخ. وإذا بتضيف التقدير بيكون أحسن. تقدير لك وسط لا خطة. تمام؟ تمام عبي. شو كان في عندنا لسه؟ طالب مفروض يكتب أي سنة صح؟ طالب، هي اللي بدي أجي عليها. إذا كان طالب على إذا كنت أنت طالب جامعة تذكر بأي سنة. في طلاب مثلا وقفوا بالسنة الثالثة فقط، تمام؟ تذكر انك انت وقفت بالسنة شو؟ الثالثة. هي بتكون شو؟ فوق البكالوريا. هي بتكون فوق البكالوريا. طيب بتقلي سؤال، هذا ممكن حالة عملية. انا مقدم لوظيفة ومعي بكالوريا قرار. وهلأ عم ادرس. هلأ عم ادرس. اوكي؟ هلأ عم ادرس. بروح حطولن اياها، بقول لك لا، نصيحه لا تحطولن اياها. اذا كان ليش؟ لانه ممكن يرفضوك بسبب انه هن ما بوصفوا طلاب. فهمتي عليكي؟ اوكي، هاي النقطه واضحه. تحط الشيء اللي بيخدمك،
حط الشيء اللي بيخدم. خلينا نطلع بريك 10 دقائق وبنرجع ربع ساعة عشان ما تقول عم ناكل عليكم بريك. للثمانية وثلث تمام؟ للثمانية وثلث ملك بتحطيها بتحطيها حطيها انه انت واصلة شو الاختصاص اللي لك واي سنة انت مثلا قول السنة الرابعة فصل تاني حطي فصل تاني هي الامور بتتاخذ بالاعتبار ما تفكري اني ممكن انك انت ياخذوك لك ما ياخذوا واحد متخرج لانه انت عندك اشياء ممكن تفيدهم اكثر من هذاك المتخرج عم نحكي ما بالحكومي عم نحكي بالشركات عم نحكي حتى بالمنظمات تمام يا ملك او مالك ما مبين الاسم ملك اوكي في ناس حرام بيكون واصلين للسنة الأخيرة على مادة أو مادتين ما متخرجين وما بيحط لك بيحط لك إنه هو مع ومعه بكالوريا ما مين أبي ليش لأنه هو ما ذاكر إنه هو شو عرفوا لنا مثل قصة إنه أنت البكالوريا اللي لك محاسبة بس أنت ما ذاكر إنه محاسبة وأنت روح مقدم إنك خريج مثلا معلم صف خريج معلم صف خريج معلم صف شو العلاقة المحاسبة فلترى راح السيف راح الشغل ما راح تنقبل لانه انت معلم صف ومحاسبه شو علاقه ببعضهم بس انت خريج ثانويه مثلا اختصاص اداره اعمال مثلا محاسبه هذا الموضوع جايين عليه موضوع كلمات مفتاحين طول بالك بس هلا راح نطلع استراحه للساعه 8 وثلث يلا سلامة يعطيك العافية مجدداً رنيم هلأ الصوت لازم يكون طلع عندك رنيم طلع عندك الصوت طيب دورات تقليلية شو ما نحط فيها نحط نعمل مثل هيك جدوى تمام تيبل تيبل يعني عنوان الدورة جهة المنفذة للدورة مكان الدورة مدينة والدولة ما بدك تحطي مكان الدورة ما في مشكلة الأفضل الأفضل وتحطي مدة التدريب يعني لما بيكون عندك كورس مثلا 180 ساعة ما مدة الكورس مثلا نقول 10 ساعات ركزوا على عدد ساعات التدريبية عدد ساعات فوق 8 ساعة دورة ساعتين ما غلط تحط هاي ندوة صارت ووركشوب اعتبروه مثل ما قلت لكم لا تحطوه تاريخ الدورات تاريخ الدورة ما ضروري باليوم ممكن بالسنة نرجع بنقول بنحط الشيء اللي بيفيد شو الوظيفة أو بشكل تاني عنوان الدورة الجهة المنفذة المكان أو الممكن أونلاين متى الدورة تاريخ الدورة طيب الخبرة العملية والمهام المكلف بها نحط تاريخ العمل بتقلي أنا هادول شو رأيك بدي حط أنا هون الخبرات العلمية قبل العملية قبل العلمية قلت لك بصير قلت بصير وقلت اني هذا جائز قلت في جهات بتفضله وانا من الناس بتفضله بفضل هالشي ممكن انا احط اول شيء تاريخ العمل في الوظيفة مكان العمل المهام الموجزة بشكل موجز ما بحط المهام الدورية طيب أنا ما بدي حط المهام الموجزة بدي حط بس المسمى الوظيفي بصير طيب الخبرات العملية اللي هي الإكسبرينس اللي أنت اشتغلتها كمان حافظنا على إيش على التسلسل الزمني نحن شايفين إنه نحن كتير من فوكس على هي اسم السيرة الذاتية في أنواع السيرة الذاتية بس نحن ما ندخل تفاصيل اللي عم نحكي بشكل موجز يعني مثل ما بيقولوا عصارة الأمر الزبدة الأمر اللي هي السيرة الذاتية ذات التسلسل الزمني ذات التسلسل الزمني حطه من الأقدم لشو للأحداث من الأحداث للأقدم من الأحداث للأقدم آخر وظيفة بس نشتغلت فيها شو هو حطه شو التاريخ اللي قلت ممكن نحط نحن إذا كان أنت خاصة إذا عمرك كبير 35 40 سنة 45 سنة
عندك وظائف كثير، شو بتساوي؟ تحط مثلا اربعه وبتحط من الوصف الوظيفي اللي لك المهام اللي هي محور العمل وليس المهام اليوميه او المكرره. طيب في ناس شو بتساوي؟ بتروح بتحط، يعني انا ما كثير شفتها لحالي بس شفتها مره او اثنين، ترك السبب ترك العمل السابق. ليش؟ لانه هو كان عنده فجوه بين يعني بيشتغل من 2000 ومثلا فرضا 15 ل 2018، بعدين في فجوه سنه مثلا، تمام؟ طب هي الفجوه السنه ممكن انا تكون في دورات تدريبيه، ممكن تقول انه انا فتحت بس هي تركها للمقابل، لا تحطها بالسي في، تمام؟ ممكن انا اسال عنها كموارد بشريه، اسالك عنها انت هاي السنه شو كنت عم تسوي مثلا؟ هي السنه ليش في هالفجوه عندها؟ في حال العمل لاول مره اكتب خبراتك المهنيه التي تتقن، مثل المفترض انه انت ايام الجامعه اذا ان في عندك بالصيفيه 3 شهور هيدون استثمارهم بعمل ممكن لشركة برمجيات، بشركة تتطوع مع جهة، تتطوع منظمة، هيدا الشيء رح يكون الله يخليك يا الله يخليك. الله يسلمك يا ابو عمي. عم يسكر عم السوق العجي ايه باري ممكن جافا مع جد الزوم اليوم فيه مشكلة. حط ميوت للكل بس ما عم سكي. شو كنا عم نحكي يا جماعة؟ ضعطنا منى. قلت لكم بالنسبة للطلاب يا صديقي العزيز، الفترة الصيفية فترة الانقطاع الدراسي، إذا ما كان عندك ترم تالي طوع اشتغل دوام جزئي، لو أونلاين، لو أنه مهام اليوم اشتغل عن طريق الإنترنت إلى آخره، بس هذا الأمر بعد 3 سنين لح يصير معك سنة. هاي السنة حق مصاري، هاي السنة شو حق مصاري هاي السنة، غير شخص ما عنده أبدا أي خبرات متعلقة بشو مجال عمل. طيب ايه ماهر بالنسبه للوظائف، الوظائف المتعلقه بهذا البوزيشن او الوظائف ايش القريبه مني؟ بتقول لي كيف يعني القريبه مني؟ يعني انت بدك تقدم، انت مشتغل بدك تشتغل لنقول ميل اوفيسر، بس انت من 4-5 سنين مشتغل مثلا جامع بيانات، حطه لجامع البيانات، مدخل بيانات حطه مدخل بيانات، تمام ماهر، تمام ماهر، عدلنا الاسم اللي قال اي ملك حطيه. سكور مهاراتك التفصيليه اللي بتعلق باللغه، هي جايين على المهارات، على المهارات وهلا نحكي عنها. المهارات في مهارات متعلقة باللغة، في مهارات متعلقة بالحاسوب، في مهارات متعلقة بالسوفت سكيلز اللي هي المهارات الشخصية كمان رح احكي عنها. رنيم هلا ذكريني رح اعطيكي منصة الدوري فيها عن عمل تطوعي. مثلا انا اشتغلت من عام او عم اشتغل من عام مثلا نقول فرضا حاليا على مثلا من 15 ما ضلوا باليوم حتى، ممكن شهر الثاني 2023 حتى الآن جامعة الافتراضية مدير التدريب والتطوير شخطة اسطنبول. شو فهمتوا مني؟ طبعا في حال واحد كان درس سنة واحدة وقف الدراسة، مش يعني درس سنة معها وقفته، بعدين درس معها في جامعة وخلص بس المعهد الأخير.
والله عبد الرحمن هي أموره صعبة، هذا متشتت كثير مشوار. فيذكر بس الشيء اللي مهم اللي متعلق بشو؟ بالوظيفة. هلا بتقول لي بالحالة السورية، الحالة السورية حالة استثنائية، المفترض أنه يتم مراعاة الأمن. بس إذا أنا إجاني شخص بلش، يعني أنت هلأ مدير شركة أو HR بشركة، إجاني واحد درس سنة وقف معها، بعدين راح انتقل لجامعة سنة وقف، بعدين رجع على معهد ثاني ووقف، بعدين رجع على جامعة رابعة، هذا الشخص مبين متشتت، مبين ما عنده وضوح. فالأفضل شو يساوي؟ حط الشيء فقط المتعلق بشو بهالوظيفة عشان ما يبين هالأمر. أنا مدرس متطوع؟ لا مو مدرس متطوع، أنا مسؤول قسم. أنا بس من مهامي بعتدور، هاي المهام إضافية تمام، بس أنا ما متطوع، أنا موظف دوام كامل. بس أنا شو فهمته مني؟ إنه أنا إلي وين الوظيفة السابقة؟ الوظيفة السابقة إني أنا من عام 2017 الشهر السادس 2017 حتى تقريبا أي شهر الشهر الرابع 2022 اشتغلت HR coordinator، اللي هو HR coordinator فوق ال HR manager أو HR representative، ممثل موارد بشرية بمنظمة اسمها SSG. من الشهر السادس 2022 حتى الشهر الثاني 2023 اشتغلت بالمديرية التربية بأنطاكيا. فبحطه ما بدي يذكر لسبب معين مثلا وظيفة معينة تمام؟ قلت لك إذا أنت ما ذكرتها بدك تكون عندك جواب لألا وين بالمقابل. طيب هون في نقطة هي معي حتى يعني صاير. طيب أنا بشتغل، كنت أشتغل سابقا وما زلت، يعني قلت لكم هون إذا بنرجع لهون هي حالة عملية بتصير لأن وين بالمحاضرة اللي قبل لما عرفت عن نفسي، قلت لكم إنه أنا استشاري موارد بشرية ومواضيع متعلقة بريادة الأعمال، صح؟ استشاري موارد بشرية تطوير أعمال، يعني أنا بعطي دورات متعلقة ما بس بالموارد البشرية، متعلقة كمان كيف تأسس عمل، كيف رواد الأعمال بالعمل الحر، حتى بتلاقوا في دورة موجودة برشد أعطيتها سابقا. قلت لكم إني أنا مشتغل مع رشد للسنة هي التامة، بس هي أنت ما كنت بوظيفة كاملة، كيف هيك؟ فتونا إياها، كيف زبطت هيك معك؟ وكيف تنحط بالسي في هي؟ هاتوا نشوف شو اسمها هالحالة. يعني انت كنت تشتغل، قلت لنا كنت تشتغل مع اليو ان دي بي، اشتغلت مع انجيف، قلت لنا من فترة اسبوعين كنت عم تعطي دورة بانجيف، حتى يمكن في منكم بانجيف حضران بانجيف، اعطيت دورة بانجيف ضمن مشروع اليو ان دي بي واليو ام وومن واليونيسف، هذول كلهم كانوا مثلا اغلبيتهم عن طريق انجي. طيب بالدي ار سي، ايوه هذه اسمها متعاقد، اسمها فريلانسر. فانت هي بتذكره تمام، هي بتذكره وبتذكر وين الجهات اللي اشتغلت معها. انا اشتغلت مع هذول الجهات كمدرب شو متعاقد، يعني يسموه عمل حر، فريلانسينج اسمه تمام، على التعاقد. انا بيطلبوني مثلا اقول حاضنت بناء، حاضنت بناء ممكن يكون عنده تطلب مثلا مرتين بالسنه، مثلا ثلاث مرات بالسنه فرضا، لو ورشات عمل كل ورشه عمل مثلا 24 ساعه، او كنت مثل ما كنت اشتغل مع الرشد اللي هي عاطي يعني تقريبا شيء 12 كورس بين ماده 14 بين ماده وكورس ماده، يعني ماده جامعيه اللي هو الشيء المتعلق كان نظم معلومات إدارية
والكمبيوتر ساينس وعلوم البيانات، بعدين صرنا انتقلت معهم للكورسر. هيدون الفريلانسينج وليس موظفين، تمام؟ هون عم بالسي في اذكرتهم انه انا بشتغل بهالمجال فريلانسينج. طيب انا بدي اقدم على وظيفه لنقول ميل اوفيسر، في داعي اذكرهم انه انا فريلانسر مواضيع متعلقه برياده الاعمال؟ او الافضل لا، الافضل شو؟ لا، الافضل شو؟ لا. اوكي. طيب بتقول لي هن اصلا اذا دخلوا على حسابك اللينكدين والفيسبوك ممكن يشوفوا هالشيء؟ ممكن يشوفوا، تمام. بس انا التوجه اللي لهم معهم وين؟ بالشيء المتعلق باختصاصي، مثلا الجامعي، متعلق بالدورات التدريبيه اللي مشتغله، متعلق بالخبرات اللي مثلا كنت اشتغل عليها، تمام. بس بدي يكون عندي اسباب، لان كل شيء بالسي في بدي احكاه بدي اتوقع انه انا رح انسال عليه، لهيك زمن الكذب بالسي في ولا، تمام. في ناس كانت هلا بتقول لي بس ابن عم ست خالتي ضرب سي في وتوظف، هذا اكل اموال الناس الباطل، هذا اسمه اكل اموال الناس الباطل. هذا الزلمه يعني ممكن حاله، بس انت ما تشتغل هالشغل، لا تعاب على نفسك. ممكن في ناس سبقوني وهي اقسم يمين، في ناس حضرت يوم اللي بلشنا بالاستشاري بالمركز الاكاديمي دورات مثل الدورات اللي لكم، حضروا دورات، حتى يمكن في منكم كان، حتى في شخص اليوم حكى معي وكان حضران كورس بمواقع وتقييم، عم نحكي هلا بالضبط من ما تروح تدقوا علي على شهر او شهرين، بالنهايه ذاكرتي مالك كمبيوتر، بس بذكر يا اهو اخر اواخر 2016 بدايه 2017 حضر كورسات متعلقه بالمواقع والتقييم والبي ام دي اللي هي اداره المشاريع التنمويه، وراحوا اشتغلوا بمنظمات بكل صراحه رواتب اعلى من راتب الليل، حتى صاروا اليوم بمراكز وظيفيه، عم نحكي ما بالاوفيسر، عم نحكي بالكوردينيتور، تمام، عم نحكي بالسينيور. ليه؟ اشتغل على حاله. اشتغل وين؟ اشتغل على حاله. اوكي. الميزات الإضافية اللي ممكن أنك أنت حضرتك تذكرها كمان بالسي في وتحطها ببالها، طبعاً رح أعطيكم أنا تمليت، بس هلأ عم نحكي رح نفترض أنك بدك تكتب كتابة، شو بتحطها؟ الجمعيات العالمية المشترك فيها، يعني إذا أنت كنت حضرتك مراقبة وتقييم، شو بتساوي يا شاطر؟ بتروح بتدور على الجمعيات اللي متعلقة بمراقبة وتقييم. نفس الشيء إذا كنت أنت موارد بشرية، بتروح بتبحث عن الجمعيات العربية، السورية، هيدون جمعيات بيعطوك قيمة مضافة، تمام؟ أصلاً مفترض ما في شخص يعني بمجاله إلا بيقوم بينتسب لشو، لأنه معلوماتك كيف لك تحدثة؟ معلوماتك كيف لك تحدثة؟ تحدثة عن طريق الجمعيات، معلومات مرجعية لأشخاص ذوي خبرة ومكانة في المجتمع اللي هو سميناهم الأشخاص المرجعيين. إذا أنت كان عندك يوم مثلاً كنت عم تحكيني مثلاً مسؤولة منظمة خاصة، أنت عم تحكيني دورات متعلقة بورشات عمل متعلقة بقانون العمل، قلت له تمام عنا أخذت معلومات وأخذت السي في، قلت له بس في كورس أعطيناه نحن مع اليونسي، قال حلو، قلت له هذا الرابط شوفه. شو سويت أنا هون؟ بالعامية بيقولوا بس بدي وقف التسجيل بس دقيقة. أي شيء بتعتقد ألفت كتاب، طلعت على قناة، شاركت بمؤتمر، عندك موقع إلكتروني. اليوم أنا من الناس حتى هلا يعني يعني أنا من 4-5 سنين حاطط ببالي إنه رح أعمل مدونة خاصة فيني، تمام؟ انت نفس الشيء، مو المدونه غير اللينكدين وغير الفيسبوك، مواقع التواصل بالارشيف مختلفه. صدقني لما يكون انت عندك موقع
على الانترنت هذا الموقع بجوز $10 تقدر تسوي. شاوي موقع مجاني يشتري دومين لحتفو تمام. النظره حتى البحث حتى ممكن تنطلب لشركات بالخليج، شركات اوروبا وغيره. الهوايات الشخصيه، يوم انت كمصمم حط لي بروفايل يعني، حط على الانهاز، حط وين المعارض الافتراضيه انت المشارك فيها، حط بين لي بالسيره الذاتيه شو القيمه المضافه لها، شو القيمة الفريدة المميزة اللي ممكن انك انت تخدمنا فيه. هوايات شخصية اذا كانت تدعم التوظيف كمان ما نحطها، ونحن نحكي على قدام. المؤتمرات والندوات العلمية، اذا انت مشارك وشارك يعني هذا الحكي ممكن لقدام، ممكن هاي اللمحة انت كنت تشوف ندوة علمية او مؤتمر وتقول شو بدي من القصة، هل علاك الفاضي؟ لا، هذا ما علاك الفاضي. الفائدة من المدونة هي بتعطي عنك انطباع إيجابي جدا، تمام؟ بقدر برجع بشوف تأليفاتك، بقدر بشوف تدويناتك بشكل شو مؤرشف. تعمل إذا أنا بحثت عن حدا متعلق مثلا أول فرضا بالموارد البشرية أو بريادة الأعمال، أنت عم تطلع مثلا بالصفحة الأولى بجوجل، هذا عم يعطيني شو انطباع ايجابي عن حضرتك. انت حاكي عن شيء بالمراقبه تقييم والحاكي شيء مثلا اليوم بالحوكمه، تمام؟ هي امر كثير ضروري اليوم. منظمات اسطوريه بعد 12 سنه تجي الحوكمه الفعليه، ما الحوكمه تبعت الحكي الفاضي. بتحط يا صديقي عنوان المؤتمر، تاريخ الانعقاد، الفتره والمكان. لو كان مؤتمر افتراضي، الله أكبر الله أكبر، لو كان مؤتمر شو افتراضي. المؤتمرات كمان هي فرصة للتشبيك مثل الدورة، تمام؟ حط ببالك وين من وجدت لازم تعمل شو تشبيك. وجدت يا صديقي العزيز على اللينكدين عمول تشبيك، وجدت على الفيسبوك عمول تشبيك، وجدت على مؤتمر ندوة لازم تعمل شو تشبيك. مؤتمر، أنا شاركت مؤتمر دولي إدارة المشاريع، طبعا في مؤتمرات ما بتكون ببلاش، بتكون مأجورة. ممكن اذكر التاريخ بالسنة إذا كنت أنت قادر ترجع لل يعني المؤتمر بالضبط بأي يوم كمان ممكن، أو ممكن تحط الفترة من 6 شخطة 10/8/2008 كوالالمبور ماليزيا. عن طريق الانترنت انت شاركت بالمؤتمر، بتحط عن طريق الانترنت. المهارات هلا رح نبلش باللغة، رح نبلش باللغة. طيب اعطينا موقع منشان موضوع اللغة، كيف بتقيس اللغة. هلا في منصه، في شيء مجاني، في شيء متروك. خليني بس اجيب لكم موقع. طبعا مهارات اللغه مشان تعرفوا الامر، قراءه، كتابه، فهم، تحدث. في مصادر كمان بتعطيك اياهم بشكل موسع اكثر. طالع الشاشه امامكم هلا، هذا الموقع بيعطيك طبعا اذا انت كان معك توفل، معك ايلز، هذا بيكون افضل، معك تومر، معك اي اكريك. مثلا شو بيكون الموقع،
بطل يطلع. هيك هذا هو مظبوط. هذا مجاني، هذا الموقع مجاني، هيبعت لكم اياه على الشات. فيكم تعملوا اختباره بيعطيك النتيجه هلا. هيك لازم تكونوا شايفينه. في طبعا في اللهم صل على سيدنا محمد، في موقع موقع ثاني هو ديلجو، اختبار ديلينجو بعتقد، او ديلجو، ديلينجو اسم الموقع. ها اختبار سيتي اسمه سداد المصاري. حتى في جامعات صارت عم تعترف اعداد الاختبار. في منح فيكم تشوفوا منح، تتابعوا منح ممكن تكون للسوريين. دينجو صار عندكم، فيكم هون تعب. بس برأيي، برأيي إذا أنت كنت اشتغلت على حالك ممكن بعد بيبر إيربلانز معترف فعليا. خليني أقول لك على قصة معترف عليهم ومعترف عليهم. شو يعني معترف عليهم؟ شو يعني معترف عليهم؟ بيبر إيربلانز اللي هي منظمة أمريكية، تمام؟ مرخصة بأمريكا. أنا بهمني، بهمني بالنهاية أنت بتحكي إنجليزي، شو المستوى الإنجليزي اللي مثلا أنا هون بال القراءة بفهم المحتوى، كتابة بعرف بفهم، بس الحكي بتجي على اللكنة. أخي إذا أنت مع مثلا بيبر إيربلانز عنده مثلا صوف بيشتغلوا معك سنة سنتين لحتى يحسنك شو conversation، عندهم صفوف اسمها conversation groups، تمام؟ بس انت هلأ حضرت مثلا عندنا برشد، حضرت كورس اللغة الإنجليزية، عم تشتغل معك الانسة من البيجنر للأدفانس، تمام؟ بست شهور تسع شهور ايه لح تتحسن، بس هل يا ترى لح يكون عندك طلاقة؟ شيء طبيعي ما لح يكون عندك طلاقة، لأنه الطلاقة ما لح تجي إلا من شو؟ من ممارسة اللغة. نتيجة الموقع فيكم تحطوا حتى الشهادة اللي قالوا، وفي قلت لكم في عدة مواقع ممكن يعطوا منح، بس هذا الموقع اللي عرضته عليكم اللي هو أول واحد مجان، تمام؟ بيعطيك نتيجة بس ما تكذب على حالك، يعني ما تجيب واحد يقدم على نتيجة عشان يطلع يطلع يعني مستوى لك عالم إن شاء الله. لأنه أنت لما بدك تروح على الوظيفة إذا ما حكيت، إذا أنت حاطط لهم مستواك باللغة الإنجليزية مثلاً upper intermediate أو advanced، فهون يعني أنت تعرف تقرأ وتكتب لحد شو كبير. هلا في طريقة احيانا بيصنفوا مثل ما تركيا بيصنفوا اللغة أبير أيكي، بيبير بيكي، نيك نفس الشيء ممكن يصنفوها، تمام؟ وهي بتشوفها بسيفيات وبتشوفها بمواقع، نفس الشيء كل اللغات تصنفها، يعني من ستة، من الـ A1 الـ A1 لـ C2 يعني. طيب المهارات الثانية ممكن نحطها، أنا أفضل تحطها لوحدها كمبيوتر، كمبيوتر سكيلز. سمي شيء مثل اللغات، مع اللغات حطينا جدول سميناه اللانجويج سكيلز، كمبيوتر سكيلز حطها لوحدها، تمام؟ مهارات تواصل، قدرة على الأداء، فن إدارة الوقت، العمل بوحدة الفريق، وهي مهارات أخرى هلا أحكي لكم عنها حسب كل حسب كل فينا نقول اختصاص، وحسب كل فينا نقول بوزيشن أنت مقدم. طيب شو الفرق بين المهارات الصلبة والمهارات الناعمة؟ بالإنجليزي شو معناتها مهارات صلبة ومهارات ناعمة؟
ما عم ببعث على مجموعة الواتساب يا مالك مال في شباب ما موجودين. هارد سكيلز والسوفت سكيلز. تمام. شو مدى ارتباطها؟ طيب بالملخص المهارات الصلبة فينك تخطط لها. المهارات الناعمة ممكن تخطط، ما ممكن تنقاس، ممكن انك انت شو تساوي؟ تحفيز تقدر تشتغل. طيب خلينا نحط فيديو، ما هو الفرق بين المهارات؟ وهون قبل ما نحط الفيديو فيكم هون تشوفوا هي أمثلة عن خصائص المهارات الناعمة أو soft skills والمهارات الصعبة. مين ممكن هون ما كتير؟ طب أنا حأعطي مثال وهلا بعث لكم يعني شو مهارات التواصل ناعمة أم صلبة؟ إيه الهارد سكيلز مهارات ممكن تقيس؟ مهارات التواصل ناعمة، ناعمة. الذكاء العاطفي، الذكاء الوجداني. طيب مين قبل مين سمعان بالذكاء الوجداني؟ soft skills رابع أو العاطفي. طيب كتابة التقارير، كتابة التقارير hard skills. طيب تحليل البيانات، hard skills. طيب مستوى جيبير باللغة التركية، hard skills. طيب إدارة الوقت، soft skills. طيب استخدام برامج لإدارة الوقت، hard skills. Hard skills. تمام. طيب التركيز وين لازم يكون؟ وين لازم أنا أحط الثقة مثل ما بيقول؟ في دراسة من ستانفورد لأبحاث مؤسسة كارنجي، فيكم تشوفوها بالنص، كارنجي ميلون، إن النجاح في العمل على المدى الطويل، هلا انت لتتوظف بدك سوفت، بدك هارد سكيلز عالي قولا واحد. واللي بيقول لك غير هيك قل له 100 سلام، ما رح تتوظف ليكون عندك مهارات صلبه، مهارات كمبيوتر، مهارات استخدام برامج، عندك معلومات، عندك فينا نقول مهام، قادر تؤدي مهام الوسط الوظيفي. فبدك مهارات صلبه بس لحتى تنجح بالعمل، ايش بدك؟ بدك السوفت سكيلز. فعلى المدى الطويل لحتى تدخل على الوظيفه بدك هارد سكيل، على المدى الطويل لحتى تستمر بالعمل وتبدع وتنجز بدك شو؟ سوفت سكيل. شو قالوا؟ قالوا النجاح في العمل على المدى الطويل يعتمد بنسبة 25% على المهارات الصلبة و 75% على المهارات الناعمة. يستخدم القادة ورؤساء العمل مهارات شخصية بشكل كبير لبناء فرق العمل والتشجيع على الابتكار والتدريب. المهارات الصلبة اكتبوها عندكم، حتى ممكن تكتبوها تغريدات اليوم. المهارات الصلبة هي السبب الرئيسي للتوظيف، لكن بعدم وجود المهارات الناعمة هي السبب الرئيسي لحتى تقلع من الشغل. عوصنا لهالكلمة. ليش؟ لأنه بتصير أنت بتتقاتل مع غيرك، بتصير بتدق تقارير بغيرك، أو إذا حد دق فيك تقرير فما بتعرف تتعامل مع الأمر، تروح تقتله. ما عندك مهارات ذكاء عاطفي، شخصيتك ما برغماتية، بتخلط بين عملك الخاص وحياتك الحياتك الشخصية، أو العكس، تجيب مشاكل البيت لا
العيلة بيصبروا عليك مرة اثنين ثالثة بتطلع من الشغل. عم تضحكوا انتم، ما هو الواقع هيك، الواقع هيك. طيب 58 دقيقة هيك، انت ما عرضنا فيديو على فكرة ولا شيء. طيب خلاص حكينا مهارات، تحددوا المهارات، حددوا مهارات اللغة، حددها. بتقلي أنا بدي أسكم أصلاً ما معي إلا لغة واحدة، اللغة العربية. بس أنت يا شيخ ما معك إلا اللغة العربية، ليش عم تحطها؟ طيب اللغة العربية شو بحط؟ بقول اللغة الأم، تمام؟ بكل فخر كمان. مهارات الحاسوب، بنحط البرامج اللي فعلياً نستخدمها، اللي فعليا بعرف اشتغل عليه. ما بعرف اشتغل على الباور بي اي ما بحطه، لانه طوريطه، لانه اذا راح بعت لك راح جابك على اختبار وطلعت ما بتعرف اشتغل على الباور بي اي بلا لك هالعلقه. طيب رخصه القياده بحطها ولا لا؟ بحطها اذا كانت لازمه، تمام؟ اذا كان بتشكل قيمه مضافه رخصه القياده عن السواقه. اما اذا كنت انت راح عم تقدم على وظيفه اتش ار كوردينيتور، شو بدها تفيدك رخصه القياده؟ توصل مثلا بضائع؟ ما بتفيدك، بس انت مقدم على مندوب مبيعات بتفيدك. مهارات الطباعه، اذا انت مندوب مبيعات شو بدها تفيدك مهارات الطباعه؟ بس حطها. مهارات الطباعه بالنسبه لشخص اتش ار كوردينيتور ما بتفيده، حط الشيء المفيد. هم مثال، على سبيل المثال الحصر بهالطريقة ممكن، بس لح نشتغل بروفيشنال أكيد. طيب مشان الوقت، في شيء اسمه، حبعت لكم دليل اسمه دليل إيش تقريبا، لا ما هشرح لكم الملف. دليل اسمه دليل المهارة، فتقريبا هذا دليل المهارات 1000 وظيفة، 1000 مهارة. بتقلي أنا ياها كلهم بدي يكونوا عندي ياها، عم تتفزلك علينا يعني؟ لك لا طول مالك. شو أنت شو اختصاصك؟ اختصاصي محاسب. في شيء اسمه accountant skills. لك بلا منيت على، بلا ما حملك مني. ليش؟ روح حط على جوجل اكتب بس مهارات المحاسب وشوف شو راح يطلع لك. تعال نشوف، معكم وقت شوي لحتى ولا نوقف مشان الجلسة القادمة؟ شوفوا شو طلع لي بالعربي، تمام؟ هاي مهارات المحاسب يا باشا، هذول المهارات لازم تكون عندك. إذا ما عندك شو بتساوي؟ تخلي يكون عندك، تحط خطة لحتى يصيروا عندك، تمام؟ نفس الشيء بتطبق لشغل الموارد البشرية. هلأ أنا بفضل شو تساوي؟ تبحث بالإنجليزي أحسن، مصادر أحسن، تمام؟ أهم مهارات مدير الموارد البشرية. لميس، مع لميس كان اسمك أنسى لميس، كمي تكرم عينك يا أستاذ حزيفة. بعدين شفنا يوم لهذا، تمام؟ طيب بالإنجليزي أحسن، شو بتحط إنجليزي؟ تحط هيك accountant skills. هاي أهم 10 بتقراها. بدك شيء بروفيشنال أكثر، أنا رح أقول لك كيف. تحط soft skills، حط لك إياه يا باشا. على القليلة لازم يكون معك بين 5 والـ10 skills منهم لهذول، تمام؟ اراهم شو المطلوب. حط لك شيء له علاقة بالكمبيوتر، حط لك شيء له علاقة بالبرامج المحاسبة، حط لك اراهم لهذول لو سمحت. طيب
هون ممكن تحط له هارد سكيلز. تمام؟ حاطط لك اياهم بال 2023 حتى هون. طلع هدول مهمين، سكرتاريا، دكتور، كله عنده شو سكيلز. فحاط لك قائمة، بس هي القائمة ما حستفيد مثل مثل بدك شيء اليوم. فينا نقول متعلق بالذكاء الصناعي، يلا تمام، روح على تشات جي بي تي، روح على الحجي تشات جي بي تي، جيب لنا تشات جي بي تي، يلا بير دقة. انتوا طلع عندكم الشاشة ما؟ دقة بس، بس أتأكد من الحساب. بدنا ندخل معناتها تغير حول على تشات جي بي تي الثاني. شو طلع عندكم هلا الشاشة؟ يعني شو مكتوب قدامكم؟ عم يبحث. تمام تبقى اوكي. هلا ظهر امامكم الكروم ولا لا؟ الكروم شات جي بي تي ظهر عنكم؟ لا، الامور معناتها تمام. هلا لازم يكون طلع. خلنا على chat.openai.com، هاي الرابط. يعني بعرف انه هنا كنت عم امزح معكم، بعرف انه شو طالع بس عم اشوفكم متابعين ولا لا. حط لوك ان و continue with جوجل. هو بعمل تسجيل دخول بشو باستخدام حسابي بجوجل. بيقول لي ميت السلام يا فندم، حط مثلا هون، حط رشد تمام 17/4/1985، هذا عيد ميلادي الحقيقي. غلط. ليش غلط؟ لأنه عاطيني المانس أول شيء، وبحط الشهر الرابع 17/4/1985، بيقول له ميت السلامة. عم بيقول لي فعل الواتساب، بقول له تمام رح افعل الواتساب. بس اصبر علي لفعل الواتساب. هلا شو ظاهر امامكم؟ هاتوا نشوف. هي كرمال اللي ما بيعرف يستخدم اول مره بيدخل على الحج اوبن اي او تشات جي بي تي. بكل بساطه هاي عم الخطوات، ما في داعي للرساله بس انا بدي فعلها. بعت لي رساله على الواتساب بس لاني نحن عم نسجل على ال عم نسجل على فيديو فما فيني طالع لكم رسالة هلا اللي بعتها، لانه هي شخصية. مش الحال هلا صار عنا شات جي بي تي مفعل، بس خلاه عم يحمل الباشا عم يقول لي هم
هي رجعت شغلت هون الامور تمام نيكست نيكست دان. ليش انت هلا انا هون دخلتكم شو على شات جي بي تي لا بدي اعمل ابجريد ولا شيء شو بقول له بقول له ما هي شايفين هلا ما هي اهم مهارات المحاسب بعد هيك بيشرب لي كاس الشاي بنتظر لكم بتحب انت تعدلها تكتبها الانجليزي ممكن تقول ممكن هون اعطاه شو كونتينيو كفي يا باشا طبعا بالانجليزي اسرع كاونتنج سكيل ممكن انا هون اعدل له اياها هيك اقول له سوفت سكيلز او هارد سكيل اوكي شايفين انتم ما صاروا 15 ممكن اقول له continue لو قلت له continue بالعربي استمر بكفي بالعربي اللي بالانجليزي كفى 16 17 18 19 20 بدك لسه يعطيك وعم يعطيك شو عم يعطيك ايش عم يعطيك شرح عنه تمام ما بدك شرح عنه فبتقول له انت تعداد فقط فينك تطلع محمد في في رقم هاتف ممكن تفعل بالواتساب ممكن تفعل كود واتساب ممكن تفعل بالايميل العادي تمام فكل واحد يحط شو السكيلز اللي مطلوبه بالمجال اللي هو مقدم له باختصاصه تمام انا ممكن هون اساله بالعربي ما هي اهم المهارات المطلوبه لوظيفة مدير الموارد البشرية حدد له أكثر في منظمة غير حكومية حطيت له فاصلة تعداد فقط دون شرح اجعل المحتوى احترافي او بلا انا اجي على المحتوى نقول له انطلق طب انا هون حسيت عم يحكي على وصف وظيفي تمام ما هي اهم المهارات الصلبه نشوف بيفهم لك كلمه المهارات الصلبه رجع حكى نفس الشيء طيب نرجع هون نقول له ما هي اهم المهارات
الناعم. وقف من هون جنريتنج والانطلق. فهمه طب انا شو نصيحتي هلا؟ نصيحتي انت هون اخذتيهم يا لنيس، ممكن تحضري دوره عن التفاوض وحل النزاعات. هي الدوره اللي حطيتيها بالتفاوض وحل النزاعات، او دوره بمهارات التواصل، او دوره بالقياده، القياده والتوجيه مثلا، او دوره بالتخطيط والتنظيم، تمام الى اخره. حطيهم بالدورات وبتروح بتحطي لهم بالمهارات. شو بيكون هون؟ انت بكره نحكي عن نظام الاي تي اس، رح يشوف لما بده يطلب بالجوب ديسكريبشن اللي له، رح يطلب بالكلمات المفتاحيه اللي رح يطلب كلمات متعلقه بالتواصل الفعال، كلمات متعلقه بالتفاوض، ورح يعطيهم شو؟ رح يعطيهم نسبه. يعني السي في اللي فيها مثلا مهارات تواصل مذكوره كلمه مهارات تواصل رح يكون لها علامه، القيادة اللي حيكون إلى علامة، تفكير استراتيجي إلى علامة، تمام؟ فالشخص اللي ما ذاكرون لهذول، ذاكر الأول من أصل 10، ذاكر مثلاً 2، الترشيح اللي له أو حظه إنه يرشح النظام الفلترة، يرشح له السي في اللي له، اللي حيكون أقل من شخص شو ذاكر. بتمنى تكونوا استفدتوا من جلسة اليوم، وبتمنى منكم تدخلوا على شات جي بي تي تبحثوا عن أهم المهارات اللي هي باختصاصكم. إذا ما اشتغل بسوريا فينكم تشغلوا الكاسر بروكسي. في مواقع تاني بتعطيك إصدار أحدث من هذا الإصدار، مظبوط، بس نحن هذا الإصدار مكفينا ويعطيكم العافية. أنتوا هذا الإصدار عالمي يعني، تمام؟ هذا آخر إصدار متحدث في شهر شو؟ مي. في تطبيق ممكن تنزلوه على الموبايل بس ما في داعي، متصفح الكروم كافي وافي. كثير من الأحيان الالتهاب بفزلكات زيادة عن اللزوم بيكون ضار غير نافع. الله يعطيك العافية، ولقاء إن شاء الله الجلسة القادمة. الجلسة القادمة رح تكون في عنا أشياء عملية أكثر. هلأ نحن وصلنا هون الساتنا عم نحكي، هون كنا عم نحكي عن المهارات. الله يوفقكم. لا بحثوا عن المهارات، في أعمال ممكن تتطلب يكون عندك أكثر من 20 مهارة. في أعمال هون لاحظوا الأسيستنت بتكون بين 5 و10، مثلا administrative assistant skills. أول شيء مهارات مثلا administrative support، ممكن اللي هو مهارات الدعم الإداري ومساعد الإداري، booking travel إنه تعرف تحجز طيران، calendaring اللي هي المواضيع متعلقة اللهم صل على النبي، حجز المواعيد أو بالتقويم يعني، customer service خدمة عملاء، meeting coordination اللي هو تنظيم المقابلات، meeting minutes recording اللي هي تسجيل المقابلات، مايكروسوفت اوفيس سويت اللي هي حزمة الاوفيس، اوفيس سبورت اذا صار معه مشكلة اثناء الجلسة مثلا بالباوربوينت تعرف تحل له اياها. هذه الامور كل شخص لازم يعرف شو المهارات المطلوبة شو منه. وصلنا عند الهوايات. الجلسة القادمة نحكيها، نحن حكيناها بس رح نحكيها الجلسة القادمة. يعطيكم العافية وبأمان الله. الروابط للتطوع في منصة اسمها بيفول، مشهورة كتير، حبعت لكم إياها. هي أكثر منصة حاليا عم ينعرض عليها بتركيا، عم أحكي في بالخليج منصات تاني، في مصر، في مجرد انك تكتبي منصات تطوع، حتى في منظمات منصات تطوع اوروبيه كمان ممكن تشتغلي معها. في عندك منصه للتطوع تابعه للامم المتحده اسمها UN Volunteering، UN Volunteering Volunteer.
فولنتير زي اشوف لك اياها. متطوع مع الامم المتحده. ممكن يكون اونلاين. بالعربي على حد علمي ما في بالعربي، ما بعرف اذا حد سوى، في بالانجليزي والفرنسي والاسبانيولي. تمام، فينك تشوفين لهذا المنصات على مجموعه الواتساب. ليش ما عم تبعتها مجموعه الواتساب؟ لانه قلت لكم في ناس ما عم تحضر مجموعه الواتساب. رابط جلسه بينزل على اليوتيوب ان شاء الله، بس نزل الجلسه بعد البرنامج. عرفتوا شو الفكرة؟ ليش ما عم ببعث على الواتساب؟ ببعث لكم على الواتساب. خلص اوكي، هبعث على الواتساب. فكرة معينك. رابط الواتساب. رابط الواتساب. هيدا رابط الواتساب. سميكم اياهم مواقع للتطوع. لا يعني فرص تطوع، ممكن انك تسألي منظمات سواء بسوريا او بتركيا او بالخليج او مصر او غيرها، تسألهم. او حتى بشركات، ممكن ما ضروري يكون منظمات غير ربحية او جمعية، ممكن يكون شركات. في منصة كمان بيكون عليا حبعث لكم إياها. خلوه لهذا الموضوع، خلوه لمواضيع البحث عن عمل عبر الإنترنت. إسماعيل عنده مداخل، تفضل أخي إسماعيل. تفضل أخي إسماعيل. يا إسماعيل الصوت عند حضرتك ما طالع، أنا خافي الصوت. لا حد سامع إسماعيل شيء؟ إسماعيل عم يقول كتب كتابة. أنا الصوت ما عم يسمع. هل إذا كانت مؤهلاتك وخبراتك عالية وكانت ممتازة وكانت أفضل منصب متقدم عليه بل أفضل من معلمك اللي طالب الشاغر، هل هذا يصير تضر صاحبه؟ بدك الصراحة ولا بدك أخته؟ بدك الصراحة. كثير من الأحيان ممكن يكون يخاف منك فما تنقل. تمام؟ بصير بيخاف منك أو إيش بيساوي؟ لما يعني هن احيانا بتكون انت الوظيفه ذكرت مره بالندوه انه موضوع العمر بيلعب دور. لما بتكون انت مثلا عمرك 45 سنه وجاي على وظيفه اسيستنت، ما مناسب نكون باسيستنت. تمام، هذا بيكون يعني بيصير الاسئله انه انت ليش عم تقدم على وظيفه. موضوع يا جماعه هون عم نحكي نحن مع طبيعه بشر. تمام، فلما انت بتتعامل مع علاء كـ HR غير لما بتتعامل مع راما، غير لما بتتعامل مع عبد المجيد. تمام، موضوع بيختلف. هذا شخصيه الموارد البشريه بتلعب دور. وفي منظمات رز بحليب، بتعرفوا منظمات رز بحليب؟ الموضوع يا جماعه لا قائم على يعني اذا كنت انت بتعطيهم بروفيشنال، احيانا بيكون الاجندات اللي بيتبعوا لها بتلعب دور. ممكن الايديولوجيا اللي بيحملوها، تمام، هيدا كمان بيلعب دور. في شركات بتعتمد على هالمجال. يعني كان بدي انا احط لكم فيديو باعتبار نهايه الجلسه اليوم، بس خلينا يعني اللي بيقدر يحضر الفيديو يبقى، اللي ما بيقدر ممكن يطلع. حط لكم الفيديو باعتبار الشيء بالشيء يذكر.
ليش عم بقول لك ان التشبيك دائما بقول لك تشبيك مهم تشبيك مهم تشبيك مهم. العلاقات هي بتجيب لك الشغل، ما بس السيره الذاتيه اللي لك بتجيب لك شغل كل صراحه. الأول الفيديو مدته 8 دقائق. فيكم تشوفوه. هلا لازم يكون طلع الفيديو. أنا ما عم أقول الموضوع، قلت لك السيرة الذاتية دور أساسي. ما عم أنا هون الفيديو عم أحطه كرمال موضوع العلاقات، إن العلاقات يا معلم هي 80% بتلعب دور، تمام؟ وممكن فوق 80%، وهذا شيء ما خافي. أوكي؟ هاي شيء. يا جماعة اللي ما دفعش فلوس الكورس يدفع. دكتور مش هيبدأ المحاضرة لما كله يدفع. ايه المكان اللي انت جايبنا فيه ده؟ دول شكلهم كلهم نصابين. نصابين ايه؟ انت بتعمل كده مالك في ايه؟ انا بخاف يكونوا نصابين فعلا. ما تخافش، وانت بدات تخوفنا على فكره. انت دافع حاجه من جيبك؟ لا انا اللي دافع. ايوه. طيب يبقى انت خايف ليه؟ المفروض انا اللي خايف. يا عبد العزيز كله دفع ولا ايه؟ تمام يا ريس. يعني اتكل على الله؟ اتكل على الله يا ريس. ندور ونطلع؟ دور يا ريس. اهلا بيكم في اخطر كورس في العالم. الكورس اللي بيقدم هنا في السنتر لاول مره. كورس فن الانترفيو، ازاي تعمل انترفيو، وبيحميك من شقاء وعناء انك تعمل السي في. ازاي تعمل سي في؟ بس الاول احب اتعرف عليكم. اسم حضرتك؟ علي احمد محمد. ايوه. اسم حضرتك؟ علي احمد محمد. ما قلتليش اسم حضرتك. حضرتك بقول لك ده ثلاثي. علي احمد محمد. ايه علي احمد محمد؟ ده اسم عادي جدا. ها؟ لازم يبقى في اي حاجه كده. يلا قول لي حاجه زي ايه يعني؟ ايه علي احمد محمد ده؟ مش فاهم. ده اسم مش اي حاجه تشد حضرتك. اسمك ده لازم يبقى في حاجه كده. كتكوت. ها؟ حداد. نجار. لا 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 حضرتك ده اسمي علي احمد محمد. الله. هو انت فاكر ان انا اسمي فعلا عباس؟ انا كان اسمي احمد عبد السلام. لا والله العظيم اكتشفت انه عادي جدا ومهمش في وسط العالم ده. اضيع انا وسط الناس دهيت؟ يا حبيبي لازم تعمل اسم يأثر في مديرك، يخليك يناديك بيه طول الوقت. اي اسم بقول لك في الاخر. كتكوت، النتن، الحيوان، اي حاجه. نتن؟ اه. يعني اسمي علي احمد محمد النتن؟ اي حاجه. لا ده حضرتك ده اسمي كده مش هغيره. انت حر يا استاذ علي. معاك سي في؟ اهو. ده عامله فين؟ لا ده انا عامله بنفسي في البيت عندي. ايه ده؟ السي في ده لا يمكن يبقى بيتي. السي في ده معمول في مكتبة حمادة اللي في الفجالة. حضرتك عرفت ازاي؟ لا 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 معلش. احب اعرفك بنفسي. عباس العبد لله في سطور. 1445 انترفيو. انا كسرت الرقم القياسي الكرواتي وبعون الله في 2019 هيكملوا 5000 انترفيو. هو حضرتك لسه بتعمل انترفيوهات لغايه دلوقتي؟ وبتخطاها وبقابل اتش ار. طب وما اشتغلتش ليه لغايه دلوقتي؟ لا لا يا علو ما ينفعش اشتغل. اشتغل مع مين؟ مع المديرين دول؟ ده انا عارف عنهم اللي هم ما يعرفوش عن نفسهم. وبعدين بصراحه انا خدت على عاتقي ان انا اعلم الزواحف امثالكم. قول لي انت مقدم فين؟ في شركه هابي فارمر للالبان. عند الدكتور حسن. ده هيبسطرك. معاك لغه؟ هو لغه ليه؟ من شركه البان وزبادي وجبنه براميلي دي في 100 غمر. ضحكتني قوي. يا حبيبي الانترفيو حاجه والشغل حاجه تانية. انتروديوس يور سيلف. ايه؟ ده انت بيع خالص. بس على العموم مع عباس احنا احسن ناس. ثواني. الكتاب ده فيه 40 فعل مضارع باللغة الإنجليزية يخليك تخطي أي انترفيو ببساطة. بجد؟ أنت اسمك إيه؟ كرم.
كرم عنتر عادل. في حاجة حلو بس عايزين نعدل فيه تعديلة، خليه كرم عادل عنتر، اقفل بعنتر. بس انا كنت حابه كده. لا تحبه ده عند ماما هناك، الشغل حاجة تانية والانترفيو حاجة تانية. خلي عنتر في الاخر عشان مديرك يندهلك عنتر كده، يبقى فيه كده يعني. خلاص قول لي ثلاث مميزات عندك. ثلاثة بس؟ يا ثلاثة بس. الكرم، المروءة، العدل. وبتجمع طوابع؟ لا الجدعانة بقى جدعة. وبتحب الفروسية؟ بحب الفروسية. وانت برج ايه؟ انت اهبل يا ابني ولا ايه؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ انا بقول لحضرتك شغل حاجة تانية خالص. طب قول لي ثلاث عيوب. ثلاث عيوب؟ بس اخلص. يعني على ما اذكر ان انا سريع الغضب يا اختي، مزاجي متقلب، خلاصي اصحى مودي حلو، اشرب قهوة اتعكنن. كده يعني غريب شوية، ماليش ملكة للدرجة دي. قهوة الريحة احيانا. احيانا وبرجك ناري مش ترابي وبتاع. بالظبط. انت عبيط يالا. اكتبوا عندكم وركزوا. موسوس. موسوس، اعوذ بالله. بحب الشغل لدرجة اني باجي على نفسي وبنسى نفسي جدا. زنان، ما بهداش الا لما اوصل لهدفي. كن بالراحة بس. هشت؟ لا بقول لو سمعت. ممكن معاك. لما اوصل لهدفي. هدفي. هدفي. لازم عيوبكم وانتوا بتكتبوا اي سي في تبقى مميزات في حد ذاتها. فاهمين؟ شايف نفسك فين بعد 5 سنين؟ انا شايف نفسي هكون افضل مانجر في الشرق الاوسط. بجم. وتسيب الشركه بتاعتك اللي ربيتك وعلمتك يا خسيس. صحيح، انا هبقى احسن كونتري مانجر في الشركه. غشيم. يعني تبقى احسن من مديرك ومديرك يروح فين؟ لازم نقول الاتي. انا هبقى بمجهودي يا فندم في المكان اللي استحقه بعد مشورة سيادتك، لان انا تلميذ سيادتك. صحيح. نوصل بقى لسؤال مهم. استاذنك في القلم ده. اتفضل. لو انا قلت لك انا عايز اشتري القلم ده منك بمليون جنيه تقول ايه؟ انا مهندس ودي مش شغلتي. يعني ايه مهندس؟ انت مش رايح الشركه ديت عشان المفروض تدخل لهم فلوس؟ نيجي للسؤال الاخير والاهم، المرتب المتوقع، لما تتسألوا هتقولوا ايه؟ انا ممكن اقول مثلا المرتب المتوقع من 5000 ل7000 جنيه زي كل زمايلي في الشركات التانية ما بيقبضوا. يعني يا سلام يا استاذ علي، يعني حضرتك متخرج بقالك سنتين او ثلاثه عاوز تاخد 5000 او 7000 جنيه؟ او يعني انا معايا كورسات كتير جدا كويسه ومعايا شهاده خبره. ايوه. وبجيد القراءه والسباحه وبعرف اعمل اسعافات اوليه. لا والله. اللي انت بتقوله ده ما ينزلكش من بيتك اصلا. ايه تاني؟ ده انا نسيت اهم حاجه، انا خالي يبقى انتيم مدير الشركه اللي انا رايح اقدم فيها. خالك يبقى انتيم دكتور حسن؟ بالظبط كده. يعني واسطه؟ نعم. وحضرتك قاعد وسطنا ليه؟ انت جاي تتعلم وتدفع فلوس عشان تتعلم وسط زمايلك ليه؟ مش فاهم. اطلع بره. ايه؟ بره! ايه؟ حاضر. هو ده، هو الولد ده اللي بياخد مكانكم، بياخد اماكنكم اللي انتوا تستحقوها. خد هنا. انت دفعت؟ بجد؟ والله. لا لا، انت يبقى اخرج بره لعبد العزيز وقول له يدي لك الفلوس تاني، وسلم لي قوي على الدكتور حسن، وقول له ان انا بكلمه دايما هو ما بيردش. لا هبلغه. ضروري. تبلغه معاك سي في اوصله له ولا حاجه؟ لا سي في ايه، انت قول له بس معتز. معتز؟ مش اسمك عباس؟ لا اسمي هنا بقوله كده وبتاع، بس انا اسمه مختز اصلا. سلمنا عليه جدا. طيب ماشي. شكر. عن اذنك. لا اتفضل. سلام. سلام. كان في حد بعت على في عندكم تعليق على الفيديو؟ شو رايكم؟
ماهر عم يقول كله تعليقات فيديو. الله يعطيك العافية، موعدنا الجلسة القادمة بأمان الله. سلامات.